بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي الكريم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأحبة في هذا الفيديو للدرس الأول وهو عصر الضعف إن شاء الله. في هذا الفيديو بإذن الله تعالى سوف نتعرف على كل ما نحتاجه بالنسبة لعصر الضعف وكيف نتعامل مع نصوصه. بطبيعة الحال عصر الضعف، باش نكونوا متفاهمين، عصر الضعف هذا، عصر الضعف ينقسم إلى ثلاث أقسام، يعني عندنا فيه ثلاث أشياء نحتاجوها بزاف. عندنا من جانب شعري الشعر، عندنا النثر العلمي المتأدب نحتاجوه وحده مشتركين في جميع الشعب، وعندنا شعر المدائح زائد الزهد مشتركين فيه اللغات والأدب والفلسفة، وعندنا الشعر التعليمي خاص بشعبة العلوم التقنية الرياضية الرياضيات والاقتصاد. أما الزهد أيضا العلميين ثاني يقرأوا، بمعنى الزهد رأوا مشترك بين جميع الشعب. ثم المدائح خاص بالأدب والفلسفة واللغات، والشعر التعليمي خاص بالعلوم والنثر العلمي مشترك. معنى يا جماعة الآن احنا رايحين نسموا هذه الأشياء، رايحين نسموا الأشياء بمسمياتها ثم نبدأ في الدرس شيئا فشيئا. صلوا على رسول الله. أول حاجة لازم نتعرف عليها هي أن بعد سقوط الدولة العباسية جاءت دولة الأندلس، وبعد ذلك جاء ما يسمى بعصر الضعف لما يعني احتلت البلاد العربية من طرف المغول الذين عملوا على نشر الفساد الأخلاقي في أرض المسلمين. لما انتشر هذا الفساد الأخلاقي جاء ما يسمى بالشعر الديني المديح والزهد لمحاربة هذا الفساد الأخلاقي، أو جاء كرد فعل له. بالتالي هذا سؤال من أسئلة البكالوريا، إذا سقساني قال لي ما هي أسباب انتشار شعر المدائح، رح نقول له مباشرة جاء كرد فعل على الفساد الأخلاقي أو تيار الفساد الأخلاقي الذي نشره من المغول والتتار في المجتمع العربي. طبعا نحن رح نبدأ إن شاء الله بالمديح والزهد. المديح والزهد، شوفوا معي، المدائح زائد الزهد. احنا وش تفهمنا بأن الزهد مشترك بين العلميين والأدبيين، والمدائح خاص فقط بالأدبيين واللغات. احنا عندنا خطة راح نمشي عليها إن شاء الله، وهي ماذا سنحتاج في المدائح باش نحلو نص بشكل ممتاز. نحتاج تعريف المدائح، ثم نحتاج أفكار المدائح، ثم نحتاج عواطف المدائح، ثم نحتاج، يعني أنا أقصد المدائح والزهد، ثم نحتاج الأنماط اللي قادرين نتلقاو بها في هذا النوع من النصوص ومؤشرات هذه الأنماط، ثم نحتاج رواد المدائح والزهد، ثم نحتاج خصائص المدائح والزهد، ثم نحتاج أسباب شيوع أو دوافع. بطبيعة عفواً، ومزات لنا حاجة مهمة جداً وهي النزاعات. هذه العناوين التي سنتحدث عنها في هذا الفيديو راح نتحدث عليها بالتفصيل الممل، وبعد ذلك ننتقل إلى تطبيق خوتي خوتتي في فيديو آخر. التطبيق شيء مهم جداً 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 وضروري، لأن هذه الأشياء إذا لم تطبق في النصوص لا قيمة لها. معنى إذا كنت تفهمت الأفكار ومن بعد ما درت بهم والو، ما يسمى ما درنا والو. صلوا على رسول الله. نبدأ يا جماعة بالخطوة الأولى اللي هي تعريف المدائح والزهد. راني عادة نكتب كل شيء في صبورة، ومن بعد أنا أفضل الآن أنني نكتب بالعنصر ونشرحه بشوية أفضل. نبدأ بالعنصر الأول وهو نديروه على شكل سؤال. قادر في البكالوريا يقول لك عرف الزهد ولا عرف المدائح. هذا سؤال بكالوريا، خلينا ناخذوه على شكل سؤال. معناها احنا عادة نديرو تعريف، ولكن عرف راح يكون لها أثر أفضل، بمعنى أنه في البكالوريا يقول لك عرف، انت رايح تعرف المدائح. بطبيعة الحال باش نتعرفوا على خطوات التعريف اللي وضحها الأستاذ حيقون أسامة سابقا في فيديوهات كثيرة، يعني هذه خطوات التعريف مشهورة، أن التعريف يمر وفق ثلاث خطوات. انت راح تقول لون شعري أو غرض شعري، هذه الخطوة رقم واحد، أنك تبين الجنس الأدبي، أذكرك تتعامل مع لون شعري ولا لون نثري ولا ظاهرة نقدية. اثنين، قديم أي ظهر في الأدب القديم، وإحنا اللي يقرأه الأدب القديم رام فاهمين بين الأدب القديم فيه العصر الجاهلي، الصدر الإسلام، الأموي، العباسي، الأندلسي، وعصر الضعف. ثم يبدأ عصر الحديث
بسنة 1798 تاريخ الحملة النابليونية على مصر وظهور البارودي وغير ذلك. ثم يأتي الأدب المعاصر مع نازك ملائكة وبدر شاكر سياب وما إلى ذلك. معنا احنا نقول لون شعري قديم والله حديث والله معاصر، راح نتكلم عن كل شيء بالتفصيل إن شاء الله. إذن هو لون شعري ماهوش لون نثري، وقديم ماهوش حديث وماهوش معاصر، يعالج موضوعات أو يتناول يعالج موضوعات دينية، يعالج موضوعات دينية. هذه الخطوة الثالثة في التعريف. لما نعرفه احنا نقول لون شعري قديم يعالج موضوعات دينية أو موضوعات سياسية أو موضوعات اجتماعية أو موضوعات نقدية حسب وش عندي ولا حسب ما الذي أحتاجه، يعني هذا الشيء اللي نحتاجه. ثم نأتي إلى المثال. إذا كنت في المدائح انت راح تقول كوصف النبي صلى الله عليه وسلم، كوصف النبي وبيان خصاله. إذا كنت تعرف المدائح تقول كوصف النبي وبيان خصاله. إذا كنت تعرف الزهد تقول كالزهد في الدنيا والدعوة إلى التوبة، والدعوة إلى التوبة. إذن إذا كنا نعرفه في الشعر المديح وش نقوله؟ نقوله هو لون شعري قديم يعالج موضوعات دينية كوصف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان خصاله. إذا كنت تتعامل مع الزهد نقول لون شعري قديم يعالج موضوعات دينية كالزهد في الدنيا والدعوة إلى التوبة. نذكر دائما أن الشعر الديني هذا أو شعر المدائح والزهد الذي ظهر في العصر الدولة المماليك أو عصر الدولة المملوكية، يعني عصر التفكك والضعف، جاء نتيجة لانهيار القيم الخلقية في المجتمع، جاء نتيجة لانتشار الفساد الأخلاقي في المجتمع، جاء كرد فعل على الحملات الصليبية التي طالت المقدسات الإسلامية، جاء لمحاولة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حملات التشويه التي قادها المستعمرون. وبالتالي نحن نذكر دائما أن هذا التعريف شيء مهم جدا في البكالوريا. ننتقل إلى الخطوة الثانية. صلوا على رسول الله. الخطوة الثانية شيء مهم جدا، الخطوة الثانية وهي أفكاره. أفكاره، أنا لما أقول لك أفكاره أنا أقصد هنا، اسمحوني شفروني وراني، أي والله ممتاز. أفكاره أنا نقصد هنا المديح والزهد. المديح والزهد احنا شوفوا باش نتفهموا، باش هنا نفصلوا بين العلميين والأدبيين. العلميين وش يحتاجوا، والأدبيين وش يحتاجوا. عدنا أولا الفكرة الأولى وهي مدح النبي صلى الله عليه وسلم. الفكرة الثانية وهي الندم على الذنوب. الفكرة الثالثة وهي الشوق إلى طيبة والمدينة المنورة. كنت قد تحدثت عن هذا في فيديو منذ ثلاث سنوات 2017-2018، تحدثنا وقسمنا هذا التقسيم. وفعلا كانت بكالوريا 2023 فيها مدح وندم، وهذا أمر معروف وبديهي، يعني هذا أمر بسيط جدا ومعروف. إذا المدح من؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. معناها الأبيات في القصيدة تلقاها تتكلم على مدح النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الجزء الثاني وهو الندم على الذنوب، أو بين قوسين الدعوة إلى التوبة. ثم يأتي الجزء الثالث وهو الشوق إلى طيبة. ما هي طيبة؟ هي الحرم المدني ولا المدينة المنورة. صلوا على رسول الله. إذن حدنا ثلاث أفكار مهمة جدا أو في غاية الأهمية: مدح النبي صلى الله عليه وسلم، الندم على الذنوب، الشوق إلى طيبة. أنت تلقى القصيدة تحك فيها الأفكار الثلاثة أو على الأقل فكرتين، على الأقل فكرتين، سواء كنت علمي أو أدبي. العلمي عنده فكرة خاصة به، هي فكرة ماذا؟ فكرة الندم على الذنوب. هذه الفكرة الخاصة بالعلميين. على العلميين لأنهم يقرأوا الزهد فقط، وهذه الفكرة هي فكرة الزهد. إذا أما الأدبيين عندهم المدائح والزهد ويجوم خلطين في نص واحد، عادة كما حدث في بكالوريا 2010 وحدث في بكالوريا 2008. يلا معلش نجرب ونشوفوا مع بعض بكالوريا 2010. يقول شاعر: وافاك بالذنب العظيم المذنب، خجلا يعنف نفسه ويؤنب، لعبت به الدنيا ولولا جهله، ما كان في الدنيا يخوض ويلعب، لزم التقلب في معاصي ربه، إذ بات في نعمائه يتقلب. إذن الشعر باش بدأ، تقول الشيخ بدأ الشاعر بالندم على الذنوب، الفكرة الأولى في النص. ومن بعد ينتقل إلى الفكرة الثانية وهي مدح النبي. البيت 8 وش يقول؟ بشر سعيد في النفوس معظم. من هو المعظم المحبوب في جميع القلوب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة. بشر سعيد في النفوس معظم، مقداره إلى القلوب
محبب بجمال صورته تمدح آدم وبيان منطقه تشرف يعرب مصباح كل فضيلة وإمامها ولفضله فضل الخلائق ينسب. إذن هنا الندم على الذنوب يا جماعة الخير واضح جدا أننا انتقلنا من الندم على الذنوب إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفكرة الأخيرة في القصيدة هي فكرة الشوق إلى طيبة وهي فكرة غير أساسية، يعني ممكن تجي ممكن ما تجيش. يقول الشاعر: أشتاق إلى الحرم الشريف بلوعة في القلب تحدو بي إليه وتجذب ما لي سوى ذكرى له في رحلتي زاد ولا غير اشتياق المركب. إذن القصيدة هذه فيها ثلاث أفكار. نزيد نشوفوا مثال آخر، ولكن هذه المرة راح يبدأ الشاعر بمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أمدائح لي فيك أم تسبيح لولاك ما غفر الذنوب مديح، حدثت أن مدائحي في المصطفى كفارة لي والحديث صحيح، إن النبي محمدا من ربه كرما بكل فضيلة ممنوح، الله فضله ورجح قدره فليهنه التفضيل والترجيح. إذن بها بدينا هنا، بدينا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كمل الشاعر يخاطب الله تعالى يقول: يا من خزائن جوده مملوءة كرما وباب عطائه ماذا مفتوح، ندعوك عن فقر إليك وحاجة ومجال فضلك للعفاة فسيح، فاغفر للعبد المسيء تكرما إن الكريم عن المسيء تبعه. إذن الشاعر في هذه الأبيات نادم على ذنوبه، يظهر الندم والخشوع خائفا راغبا في التوبة والإصلاح. ثم ننتقل إلى الفكرة الثالثة وهي فكرة الشوق إلى طيبة، وهي في نفس القصيدة أيضا. يقول الشاعر: أشتاق إلى حرم بطيبة آمن طابت بذلك روضة وضريح، إني لأرجو أن تقر بقربه عيني ويؤسي قلبي المجروح. إذن هذه الأفكار يا جماعة يجب أن تتوفر ثلاثتها في القصيدة، أو على الأقل فكرتين منها. يا جماعة ما دام درنا الأفكار خلينا نزيد نكمل مع العواطف. العواطف يا جماعة من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ تأتي من الأفكار. معناها هذه العاطفة هنا هي عاطفة الحب والوفاء، عاطفة الحب والوفاء. الوفاء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. عاطفة الحب والوفاء لمن؟ 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 للنبي صلى الله عليه وسلم. وكاين اللي يسميها عاطفة الإعجاب والتقدير. معناها لو كان نشوف الشاعر يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم نعرف مباشرة باللي راهي العاطفة عاطفة الحب والوفاء. عاطفة الندم على الذنوب، كي نشوف الشاعر باللي راه نادم على ذنوبه أو يعلن ندمه على ذنوبه أو يعلن توبته، مباشرة نعرف باللي عاطفة الندم و الحصرة. شحال ولو عندي عاطفة الآن ولو عندي اثنين؟ إذا كان لقينا بأن الشاعر يصرح بصريح العبارة ومباشرة: أشتاق إلى حرم بطيبة آمن طابت بذلك روضة وضريح، هنا عاطفة الشوق والحنين. إذن هذا الدرس ولا هذا الجزء من الشعر شحال عدنا فيه فكرة؟ عدنا فيه ثلاث أفكار، عدنا فيه ثلاث عواطف. ولكن بالنسبة للعلميين ما دام عندكم عاطفة واحدة هي عاطفة الندم على الذنوب، معناها عندك عاطفة واحدة هي عاطفة الندم والحسرة، وفكرة واحدة هي فكرة الندم على الذنوب. والعلميين ما تسموه الشعر تاعكم مدايح، راح تسموه الزهد. صلوا على رسول الله. إذن يا جماعة نعود نذكر بأن الأفكار الثلاثة الخاصة بشعر مدايح والزهد باش انت تعرف تحلل القصيدة تاعك بشكل ممتاز. وانا اعطيتك قصيدة الآن بكالوري 2010 قريتها لكم كاملة، وقريت لكم قصيدة من نص مقترح من إنجاز الأستاذ حيقون أسامة. علاش قرينا هذه النصوص؟ باش انتوما تقدروا تفهموا بأن القصيدة تنقسم إلى ثلاث أقسام: واجبة وضرورية. ممكن الشوق ما تلقوش، وبالتالي مدح وندم واجب وضروري. صلوا على رسول الله. ننتقل إلى الفكرة الثالثة وهي الأنماط. الفكرة الثالثة وهي الأنماط. بطبيعة الحال نعود نذكر بأنني راني درت فكرتين، عندي ثلاث أفكار وعندي ثلاث عواطف. أشفى مليح، هي عندي ثلاث أفكار وثلاث عواطف باش ما نكونوش باش نكونوا ألس. النمط اللي راهي عندنا النمط الوصفي والنمط الإعازي، وكاين النمط الحجاجي ولكن ماهوش وقته الآن، ما نقدرش نتكلم لكم عن النمط الحجاجي في هذا الوقت من السنة لأن النمط الحجاجي فيه شوية خدمة وبالتالي نأجله. راه كاين النمط الحجاجي ولكن من بعد نتكلم لكم عليه. ما هي مؤشرات النمط الوصفي؟ لازم نروحوا بشوية يا جماعة ودرجة درجة بالعقل برك، لأن الأنماط
ما نقدروش نقراهم في درس منفصل، لازم نقراهم مع الدروس تاعهم. معناها الشعر السياسي ما هي انماطه، الشعر الديني ما هي انماطه، الشعر الاعازي عفوا الشعر الرومانسي ما هي انماطه. وهذه طريقه الاستاذ حيكون اللي ولفتوا بها، معناها لازم كل شعر نقراو له الانماط تاعو. عندنا هنا عندنا نقدروا نحفظوهم مؤشرات النمط الوصفي، المضارعه الاسميه الصفات الصور، المضارعه الاسميه الصفات الصور. انتم على بالكم باللي المضارعه نقصد بالافعال المضارعه، الاسميه نقصد في الجمل الاسميه، الصفات نقصد في النعوت، والصور نقصد في الصور بيانيه. يتساءل متسائل، كاين لي بزاف يقولوا لي باللي شيخ المضارعه راهم قالوا لنا باللي من مؤشرات النمط السردي. اقول لك لا، المضارعه من مؤشرات النمط الوصفي. عد الى بكالوريا 2019 وعد الى بكالوريا 2020 وراح تتاكد من كلامي ان شاء الله. بغض النظر الى العوده الى البكالوريا، راح يقولوا مثلا جاء الطفل يضحك. يضحك الان هي وصف لحاله الطفل في لحظه ما، معناها الطفل راه يقوم بحركه يضحك، رانا نوصفه في الحركه اللي راه يقوم بها في اللحظه الانيه الفوريه الحالية. وبالتالي لو كان نقول لك رأيت طفلا يضحك، خلي الأساتذة الكرام يركزوا معايا، رأيت طفلا يضحك، لما نشوفوا كلمة يضحك نقول لك اعربها لي اعراب جمل، تقول لي أستاذ العائد نكرة، إذا هذه جملة فعلية في محل نصب صفة. كيف ولات لك صفة هنا؟ إذا من الصفة من مؤشرات النمط الوصفي، إذا ما دام خرجت لك هنا صفة راه من مؤشرات النمط الوصفي. مؤشرات النمط الإعازي، مؤشرات نمط إعازي وش عندنا؟ عندنا بعض المؤشرات المشهورة، عندنا أفعال الأمر، هذا شيء مفروغ منه معروف، أفعال الأمر، وعندنا الأساليب الإنشائية، عندنا النداء، عندنا الأمر، عندنا الاستفهام، عندنا التعجب، وعندنا النهي، وعندنا الجمل القصيرة، الجملة التي تتكون من كلمتين وأقل، مثلا راجع درسك، اكتب كتابك، استيقظ باكرا، هذه الجمل القصيرة التي تتكون من كلمتين أو أقل. أنا كي نقول كلمتين مش معناها كلمتين، مش معناها تقول لي استاذ راجع درسك راهم ثلاث كلمات، راجع وانت وكذا على بالي، ولكن التركيبه هنا ونقصد مش التركيبه النحويه، التركيبه تاع كلمتين فقط. اذا هذه هي بالنسبه للانماط اللي نحتاجوها في الشعر المدائح والزهد، معناها يا مدائح يا زهد، معناها اذا كان افعال الامر بزاف مباشره راه النمط إعازي، اذا ما كانش افعال الامر مباشره النمط وصفي باذن الله. ننتقل الى فكره اخرى مهمه جدا وهي النزعات. اخوتي الكرام عندنا فكره النزعات، حاجه مهمه جدا 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 جدا. النزعات كنت قد تحدثت في فيديوهات سابقه، ونزيد نعاود نذكر الاساتذه الكرام، نذكر اخوات الافاضل، ونذكر التلاميذ ان النزعه، عندنا النزعه الاهم في الشعر عصر الضعف هي النزعه اصلاحيه. نزعه اصلاحيه، كيفاش نفيقوا بنزعه اصلاحيه؟ عن طريق فعل امر. اذا لقينا اي فعل امر مباشره النزعه تاعي اصلاحيه. الان الاهم كيفاش نكتب في ورقه الاجابه او كيفاش نشرحها؟ نكتب له في ورقه الاجابه النزعه اصلاحيه، ونكتب حيث يريد الشاعر اصلاح مجتمعه الفاسد عن طريق ماذا؟ عن طريق النصائح. حيث يريد الشاعر إصلاح مجتمعه الفاسد عن طريق ماذا؟ عن طريق النصائح. إذا الشاعر يريد إصلاح مجتمعه الفاسد عن طريق ماذا؟ النصائح والإرشادات. ثم تكتب، معناها وين تلقى فعل الأمر مباشرة راهي النزعة إصلاحية. مثلا يقول الشاعر انشر أحاديث النبي، فكل ما ترويه عن خبر الحبيب مليح، واذكر مناقبه التي ألفاظها ذاق الفضاء بذكرها واللوح. إذا هنا منوع الفعل فعل امر مباشره، راح تقول لي النزعه الموجوده في النص هي نزعه اصلاحيه، وحيث يريد الشاعر اصلاح مجتمعه الفاسد عن طريق النصائح. اما النزعه الدينيه، عندنا نزعه الزوجه الدينيه، وراني نقول بان النزعه الاصلاحيه والنزعه الدينيه تلقاهم في نص واحد، امر عادي جدا، معنى تلقاهم في اثنين وتشرحهم في اثنين وتمثلهم في اثنين. هنا لازمك تلقى الفاظ ماذا؟ ما نوع الالفاظ هذه؟ الفاظ دينيه. ما نوع الالفاظ اللي نلقاوها؟ الفاظ دينية. كيف راح تشرحها؟ تقول حيث وظف الشاعر ألفاظا دينية، حيث وظف الشاعر ألفاظا دينية، وتذكر مثال على هذه الألفاظ الدينية. مثلا إن النبي محمدا من ربه، النبي لفظ ديني، محمد لفظ عفوا ربه لفظ ديني، الله فضله ورجح قدره، الله لفظ ديني. وبالتالي تقول حيث وظف الشاعر الفاظا دينيه، ومن بعد تذكر هذيك الالفاظ الدينيه اللي لقيتها وتعاملت معها. صلوا على رسول الله. اذا ننتقل الى جزئيه اخرى ما قبل الاخيره، وهي ماذا؟ نذكر دائما خوتي
راني ندير في لي ريلز في الانستغرام تاعي الاستاذ حيكون اسامه بروف حيكون، وراني ندير فيهم في الفيسبوك تاعي الاستاذ حيكون اسامه. يا جماعه ماذا بكم تابونيو في الانستغرام فيسبوك، لان فيه فوائد عظيمه جدا 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 جدا. ونعاود نذكر بان الكتاب اللي راح نعتمد عليه السنه هو كتاب المراجعه النهائيه الاصفر وكتاب المراجعه النهائيه الاخضر. معناها يا جماعه اللي يقدر يتحصل على هذين الكتابين راه دار لافير، راه دار لافير، راه دار لافير. هذو زوج كتب يا جماعه ماذا بيا كامل عندكم، هذا تاع ادبيين وهذا تاع علميين. نكملوا الان خصائص الشعر الديني سواء المديح او الزهد. اذا وش عندنا؟ عندنا مجموعه من الخصائص. عندنا اولا نبداو ببساطه اللغه او نسموها جزاله اللغه، والله جزالة الألفاظ، قوة الألفاظ، القوة مع البساطة. اثنين، الاقتباس من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. ثلاثة، الوحدة، عفوا، وحدة البيت أو استقلالية البيت. أربعة، صدق العاطفة، وهذه مهمة جدا، صدق العاطفة والإحساس. إذا أنت لما يقول الشاعر إني أحب النبي محمدا، ما كاش اللي يكذب في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له نحب النبي وأنت تكذب، ما كاش منه. لو كان يعود واحد سكران وفاقد الوعي تقول له أنت تحب الرسول، يقول لك نعم نحب الرسول، وسيكون صادقا في ذلك، لأن ما كاش اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا أربعة، جزالة اللغة أو جزالة الألفاظ، الاقتباس من القرآن الكريم لأنك في الشعر الديني، وحدة البيت لأننا في عصر الضعف يعني شعر قديم، صدق العاطفة والإحساس لأنه شعر مفعم بالعواطف والأحاسيس. قلت لنا حاجة الجزئية الأخيرة وهي أسباب شيوع الشعر الديني، أسباب شيوعه أو دوافعه. وهذا السؤال طرح في البكالوريا مرتين، في بكالوريا 2010 أدب وفلسفة، ومرة في بكالوريا 2022 أدب وفلسفة. أسباب شيوعه قلنا جاءت للتصدي هذه للحملات الصليبية، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا انتشار الفساد الأخلاقي، وأيضا ضعف الوازع الديني. هذو حوايج أشفوا عليهم ويكون خير كبير إن شاء الله. إذا المدائح والزهد، هذا الشعر أنا قلنا بأن التتار أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقلنا بأن التتار نشروا الفساد الأخلاقي والمسلمون فسدوا ودخلوا كهفا مظلما، فجاءت المدائح النبوية لتذكير الناس بأخلاقهم وأخلاق نبيهم وأصل دينهم ومحاولة إرجاعهم إلى طريق السديد، إلى الطريق الصلاح، إلى الطريق الذي كانوا عليه في عصر الدولة العباسية والأموية وصدر الإسلام وغير ذلك. إذا هذه أسباب شو. بقات لنا سؤال مهم جدا وقادر يجي، مهم جدا مهم جدا، وهو منزلة البوصيري. وهذا سؤال طرح في بكالوريا 2010، ما هي منزلة البوصيري في عصره؟ انت تقول له يعتبر البوصيري رائد الشعراء في عصره، رائد ماذا؟ الشعراء في عصره وإمامهم، لأن البوصيري إمام عصره وهو يعني عالم من علماء الجزائر، هذا يعني إنسان عالم من علماء الدين وشاعر من الشعراء الكبار. صلوا على رسول الله. نذكر دائما خاوتي ما تنسوش تابونيو في الانستغرام في الفيسبوك، والفيديو هذا مشيوه لنا، مشيوه مشيوه، تهلاو يا جماعة، بوسوا لنا الحالة بلا ما نوصيكم. شكرا جزيلا، أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، شكرا جزيلا، السلام عليكم.